إضافة إلى أهمية هذه الرحلة أنها تمثل صعود أول رائد فضاء عربي مسلم، وتاحت الفرصة للعلماء السعوديين المشاركة في هذه التجارب والاحتكاك لزملائهم في وكالة الفضاء الأمريكية. Off of Discovery. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام بنتم بخير، ولو متأخر الوقت شوي نطمنكم الحمد لله أن المهمة على أحسن ما يرام، والحمد لله تم إطلاق القمر الصناعي العربي الثاني بنجاح تام. الابن العزيز سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أنتهز هذه الفرصة لأبعث لك ولزملائك من وطنك في المملكة العربية السعودية أطيب التمنيات على متن هذه الرحلة التي سوف تكون إن شاء الله لخدمة الإسلام والمسلمين والأمة العربية. إننا لفخورين بأدائك ومهمتك الناجحة في الفضاء.